اسم الواو. ممتاز. الضمة والألف والواو، وخدنا علامات النصب، ايه هي يا حفص؟ النصب، الفتحة والكسرة. وايه فتحة والكسرة وايه تاني؟ والتكسير لا، فتحة والكسرة والايه؟ والياء. والياء. ممتاز. وخدنا علامات الجر اللي هي ايه يا يوسف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكسرة والياء. الكسرة والياء. يبقى احنا كده مخلصين علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الايه؟ الجر. قلنا علامات الرفع دي بتيجي مع المبتدأ، ومع الخبر، الخبر والفاعل. والفاعل بتيجي مع الثلاثة دول. وقلنا علامات النصب بتيجي مع الايه؟ مع المفعول ايه؟ مع المفعول به. وقلنا علامات الجر بتيجي مع ايه؟ مع الاسم الاسم المجرور. المسبوق بحرف جر اسم المجرور. او المسبوق بحرف جر. لا، اسم اللي بعد حرف الجر اللي هو اسم المجرور. اللي بعد حرف الجر يا يوسف. يعني مسبوق. مس، نعم. عايزة استفسر في معلومة. هي قولي يا حبيبي. لا، الاسم المجرور بيجي بعد ولا قبل؟ بعد حروف الجر. قول مثلا، ماشي. قلنا مثلا ذهب أحمد إلى النادي. عندنا ذهب هنا ايه؟ فعل، واحمد فاعل، الى حرف جر، واللي بعد حرف الجر اللي هو النادي بقى، ده اللي هيبقى اسم مجرور. تمام. طيب احنا كده خدنا، خلصناها علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجر. قلنا علامات الرفع الضمه والالف والواو. طب الضمه يا سيف قلنا بتيجي مع ايه وايه وايه؟ سيف. ايه مس الضمه بتيجي مع ايه؟ المفرد، تمام. المفرد وبس. لا، ده الضمه دي طماعه في ثلاث حاجات يا سيف. يبقى المفرد اللي جه عارف بالمبتدا والخبر. ينفع اقول يا معلمه؟ لا استني، سيب له فرصه. هو تقريبا سيف ما كانش حاضر علامات الرفع، حضر مرة فاتت علامات النصب والجر بس، صح يا سيف؟ صح. تمام. هناخد المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث. يلا يا زهرة، الألف بياخد الإيه؟ والواو بتاخد الايه؟ طبعا ذكر ممتاز. يلا يا مريم، علامات النصب احنا قايلين الفتحة والكسرة والياء. الفتحة بتاخد الايه؟ المفروض المفرد. تمام. وايه تاني؟ والجمع ايه؟ مؤنث. ممتازة. والجمع المؤنث. والكسرة بتاخد ايه يا يوسف؟ كسر بتاخد المفرد وال لا تاخد الايه؟ التصوير. الكسرة بتاخد ده احنا في علامة الجمع النصب. المؤنث الثالث. ممتاز. الجمع المؤنث الثالث. إنها اتلخبطنا.
تاخد المفرد جمع التكسير. والكسرة زي ما انت قلت الجمع المؤنث السالم. يلا يا محمد، الياء بياخد ايه في علامات النصب؟ الياء في علامات النصب مش الجر. ها ايوه، الجمع المذكر ممتاز. وايه تاني؟ الجمع المذكر والمثنى. المثنى يبقى احنا كده رجعنا قلنا علامات الرفع بتروح مع ايه؟ مع المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم. دي علامات الرفع دي بتروح مع مين؟ مع المبتدأ والخبر والفاعل. والالف بياخد المثنى اللي هو بيكون اخره الف ونون، والواو بياخد جمع مذكر سالم اللي هو اخره واو ونون. طب دي علامات الرفع. جينا بعد كده علامات النصب، معانا الفتحة والكسرة والياء. قلنا الفتحة بتروح مع المفرد والجمع التكسير، الكسرة بتروح مع الجمع المؤنث السالم اللي هو آخره ألف وتاء، والجمع المذكر السالم بيروح مع الياء بتروح مع الجمع المذكر السالم، والمثنى اللي هو بيكون آخره ياء ونون. طيب بعدنا كده عندنا آخر حاجة علامات الجر اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت. قولها لي يا مريم. الكسرة هتاخد جمع مؤنث سالم، تمام. جمع التكسير وحاجة كمان والمفرد، وانا الكسر تاخد ثلاثة. طيب ممتاز. يلا يا حفص، الياء بياخد الايه؟ جمع مذكر سالم، تمام. وكمان وجمع والمثنى. طيب ممتاز. يبقى احنا كده رجعنا على كل علامات اللي احنا خدناها. خدنا ثلاث علامات، علامة الرفع، وان علامة الرفع بتروح معاها الضمة وبتروح معاها الألف وبتروح معاها الواو، وخدنا علامات النصب اللي بيروح معاها الفتحة وبيروح معاها الكسرة وبيروح معاها الياء، خدنا علامات الجر اللي بتروح معاها الكسرة والياء. دي كده ثلاث علامات. قلنا علامات الرفع بنعرف بيها في ايه؟ في المبتدأ والخبر والفاعل. علامات النصب بنستخدمها مع المفعول به. علامات الجر بنستخدمها مع الاسم الايه؟ المجرور. طب تعالى كده نحل. يلا يا يوسف، أول سؤال، تجتمع الأسرة كل أسبوع، تجتمع ده إعرابه إيه؟ يوسف يوسف افتح المايك. يا معلمة، نعم. ينفع بس تكبري الصورة بس شوية عشان أنا مش شايفة حاجة؟ بس إعرابه فاعل. تمام كده الصورة؟ تمام. فعل ولا فاعل يا يوسف؟ فاعل يا ماس. أيوة كده ممتاز. طيب يا حفص، قطع تفكيري صوت الهاتف، صوت هنا إعرابها إيه؟ صوت خب خبر لا ممكن سنة قطع هنا الفعل.
تفكيري فاعل، يبقى صوت ايه؟ فاعل، قطع فاعل وصوت مفعول به. يبقى صوت مفعول به. ممتاز. يلا يا زهرة، الإنسان مسؤول عن تصرفاته، مسؤول ده إعرابها إيه؟ خبر. ممتاز. يلا يا مريم، هشم الولد الزجاج، مفعول به. ممتاز. يلا يا سيف، الحرية مسؤولية، الحرية مبتدأ. مبتدأ، ممتاز. يلا يا محمد، نعيش في عالم واحد، عالم اسم مجرور. اسم مجرور، ممتاز. طيب يلا يا يوسف، أنت تاني واحدة، أنجزت مهمتين هذا الأسبوع، مهمتين إعرابها إيه؟ عربها فاعل، فاعل مرفوع على لا لا، أقول مش فاعل. لما الاقي في تاء وعليها ضمه نركز فيها، انجزت، انجز هنا الفعل، والتاء الضمير التاء ده في محل رفع الفاعل، يعني مهمتين هتبقى مفعول به. زي ايه يا شباب؟ لما اقول انجزت مثلا يعني رسمت لوحه، ورسم احمد لوحه، لوحه هنا في الحالتين مفعول به. طب فين هنا في رسمت الفعل والفاعل؟ رسم الفعل والفاعل هي التاء، رسمت، يبقى التاء هنا لما بتيجي ضمير بينوب عن ايه؟ عن الفاعل. بدل احمد، بدل ما قال احمد رسم احمد، قال رسمت، يعني رسم اللي هو رسم الفعل والتاء عايد عليه هو، يبقى التاء هي دي الفاعل. يبقى لوحة اذا كانت جت بعد الضمير او بعد الاسم تبقى في الحالتين مفعول به. يبقى ناخد بالنا، لان ممكن ما يجيبلناش الفاعل كده كلمة على طول، لا ممكن يجيبها لنا ضمير زي ما جابها لنا فوق كده، تبقى تاء على طول، رسمته عشان يلخبطني. زي ما هنا عمل معاك يا يوسف، قال ايه؟ انجزت، انجز هتبقى الفعل، والفاعل هو الضمير التاء، يبقى المفعول هيبقى المهمتين هتبقى ايه يا يوسف؟ فاعل التاء، مهمتين هتبقى اعرابها ايه؟ فاعل مرفوع، مرفوع فاعل، فعل. ازاي؟ ما احنا انجز فعل، التاء هنا الفاعل، فعل انجز والته فاعل، يبقى مهمتين ايه؟ مفعول به، منصوب مفعول على به. مهمة، ممتاز. يعني منصوب هو بالايه؟ بالياء. الياء. ممتاز. يلا يا حفص، ينص القانون على تعويض المتضرر، القانون اعربها ايه؟ فاعل، ماشي، فعل مرفوع بالايه؟ بالواو، بالواو. ازاي؟ هو قانون ده جمع مذكر، ده قانون مفرد، حاجة واحدة. يبقى ايه؟ ركزي. بالضم، بالضمة. ممتاز. اتلخبطت عشان لقيت اخره هو نون، فقريت على طول بالواو، مش اي حاجه عندنا. يعني مثلا لو قلت مثلا السودان، نقول على طول بالواو، لا السودان ده مفرد، يبقى نقول عليها ايه؟ بالضمه. يبقى نخلي بالنا عشان ممكن يلخبطنا، يجيب لنا اخر الف ونون او واو ونون، يعني نعربها بالالف او بالواو، لا احنا عارفين لازم الالف يبقى للمثنى والواو للجمع المذكر السالم. ممتازه يا حفص. يلا يا زهراء، الممارسات الضاره ممنوعه، الممارسات اعرابها ايه؟ مبتدأ مبتدأ. ماله؟ مرفوع بالإيه؟ إيه الضم، الضمة. ممتازة. يلا يا مريم، الناس مطالبون باحترام الضوابط، مطالبون إعرابها إيه؟ خبر، ممتازة. مرفوع بالإيه؟ بالألف، مطالبون جمع مذكر، يبقى مرفوع بالإيه؟ بالضم، مطالبون جمع مذكر سالم. ركزي.
الياء. والروح، احنا عارفين المبتدأ والخبر بيبقى ليهم 3 علامات للرفع، الضمة، الألف، الواو. مطالبون جمع مذكر سالم يبقى بالإيه؟ الواو. ممتاز. يلا يا سيف، هنحط خط تحت الكلمة المطلوبة هنا. حصلت على جائزتين في القراءة، عايزين اسم مجرور، علامة جر والكسرة. جائزتين. لا بيقول لك علامة جر والكسرة. لا لا، القراءة القراءة. ايوه كده، هنا اتنين، في اتنين اسم مجرور، عشان كده هنا بيقول لك حدد. انا عندي جائزتين دي مجرور بالياء، لكن القراءة هنا مجرورة بالكسرة، هو عايز الكسرة مش البالياء. ممتاز يا سيف. يلا يا محمد، تمدينا الخضروات بالفيتامينات، عايزين جمع مؤنث سالم بس يكون مجرور، خلي بالك مجرور. الفيتامينات ممتاز. كان ممكن محمد يقول لي الخضروات، بس الخضروات دي مش تبقى ايه، مش تبقى مجرورة، هتبقى فاعل مرفوع بالضمة، هو مش عايز فاعل، هي مش عايزة مرفوع، عايزة مجرورة. هنا مجرورة ليه؟ لأن في حرف الباء. محمد خد باله إن في حرف الباء، خلوا بالكم من الحروف اللي ممكن ما نخطفهاش بالنا منها، اللي هو الباء والكاف واللام، لأن هي ما بتكونش باينة في الكلام قوي، عكس على وفي ومن تبقى باينة أكتر. ممتاز يا محمد. يلا يا يوسف، تصدر الأخبار من وكالات الأنباء، عايزين جمع تكسير مرفوع، خلي بالك مرفوع، جمع التكسير يكون مرفوع. تصدر الأخبار الأخبار ممتاز. الأخبار هنا ده جمع تكسير ما يبقى مرفوع، لكن لو قال لي وكالات، لا الوكالات ده هيبقى مجرور، الوكالات أصلا لا كمان ده مضاف إلي، قصدي اسم مجرور. جمع مؤنث كمان مش جمع تكسير. طيب يلا يا حفص، تحمي القوانين المواطنين، عايزين اسم علامة نصبه الياء، اسم منصوب بالياء. نصبي بلي القوانين يا معلمة. القوانين تحمي أي القوانين المؤمنين المواطنين، تحمي فعل، القوانين تمام، القوانين عشان انتوا لسه ما خدتوش مضاف ايه ولا بتاع. تمام. يلا يا زهراء، يوم الجمعة أجازة رسمية، عايزين خبر مرفوع وعلامة رفعية ضمة. إجازة أجازة، يوم الجمعة ماله أجازة. ممتاز. يلا يا مريم، صعد الحارس فوق الشجر لإنقاذ القطة، عايزين حرف جر، اللام. اللام اللي في إنقاذ. ممتاز. عشان كده بقول لكم خلوا بالكم من حروف اللام والباء والكاف عشان ساعات ما تبقاش باينة. طيب خلينا في التدريب ده. يلا يا سيف، عايزين مفعول به، أي جملة من دي، في جملة من الثلاثة دول فيها مفعول به. يشرب الإنسان الماء. يشرب الإنسان الماء. ممتاز. يشرب فعل، الإنسان فاعل، الماء مفعول به، لكن هنا الأول واحدة يعتمد فعل وفاعل وبعدها جاب حرف جر واسم مجرور، ما جبناش المفعول به، وهنا دي جملة اسمية أصلا مبتدأ وخبر. ممتاز جدا يا يوسف. يلا يا محمد، عايزين هنا الاسم المجرور، أي جملة من الثلاثة دول فيها اسم مجرور. ثواني يا باشا. براحتك. ليه الثانية أطعمت الصائمين؟ ايه أطعمت، ثواني، عندك يحكم أطعمت الصائم هنا في اللي احنا فوق يا محمد، اسم المجرور الجمل الثلاثه اللي اسم فوق، جروب. يحكم الاسد الغابه، الاسد حيوان مفترس، يظهر الاسد في الغابه، الثلاث جمل دول انا فيهم الصح اللي فيها اسم مجرور. يسأل الأسد في الغابة. ممتاز، عشان دي اللي فيها حرف جر واسم مجرور.
يلا يا يوسف، عايز مثنى منصوب، ركز، مثنى يكون منصوب، يكونش مرفوع، يكون منصوب. يوسف نعم يا مس، يلا، عايزين مثنى منصوب. أطعمت الصائمين. أطعمت الصائمين، معلش الصائمين، خلي بالنا نفرق بين الصائمين والصائمين، عشان الاتنين بيبقى آخره ياء ونون. طيب يلا يا حفص، عايزين نوصل. خيرات مصر كثيرة، اعربي لي كلمة خيرات تبقى ايه؟ يا مل حفص، خيرات مصر كثيرة. أعرف خيرات اه خيرات مصر كتير كثيرة. خيرات، انت من غير ما تبصي على وصف، خيرات دي ايه؟ فعل، لا لا ده مش فعل، فعل، دي جملة اسمية، بقى ايه؟ مبتدأ، ممتازة، مبتدأ. طيب مبتدأ ماله؟ مرفوع بالايه؟ مبتدأ مصاب الدم. بس مش لازم تبص على الكلمات كلها الناحية التانية، لا احنا نعرف الكلمة وهنلاقيها بعد كده. يلا يا زهراء، يراعي الفلاح البقرات، البقرات اعرابها ايه؟ مفعول به مفعول به، مفعول به منصوب بالايه؟ الكسر. بالكسر، ممتاز. يلا يا مريم، ناقش التلاميذ الفكر، الفكر دي ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. ممتازة. طيب يلا يا سيف، أحذر من الأمرين، أمرين دي إيه؟ اسم مجرور طبعا مجرور بالإيه؟ بالكسر أمرين، بالياء معلش. ممتاز ممتاز. يلا يا محمد، تسلق المغامرون الجبل، المغامرون اعربها ايه؟ لا الواحد يدور يا حفص. يا محمد، أنا مش اه اعراب المغامرون ايه؟ اعرابها ايه؟ مغامرون فاعل مرفوع علامة رفع الواو لام ممتاز جمع مفك الخير. ممتاز. طيب يا يوسف، علامات الرفع عندك ايه هي؟ الضمة، الألف، الواو، كل ما سبق. يوسف، كل ما سبق كل ما سبق، عندنا الألف والضمة والواو، ممتاز. يلا يا حفص، علامات النصب هي الفتحة، الكسرة، الياء، كل ما سبق. علامة النصب على الكسر. عايزين علامات النصب كلها، الفتحة، الكسرة، الياء، كل ما سبق. الكسرة والياء. عندنا الكسرة والياء والفتحة، الثلاثة من علامات النصب، يبقى كل ما سبق. عندنا الكسرة والفتحة والياء، الثلاثة، ممتازة يا حفص. يلا يا زهراء، علامات الجر هي ايه؟ الياء، الألف، الكسرة، ألف وجيم. ألف
ألف وجيم، عشان إحنا عندنا الكسرة والياء دي من علامات الجر. ممتاز. يلا يا مريم، ينصب بالياء كل من إيه؟ هقول منصوب بالياء ده إيه؟ المثنى، الجمع المذكر، الجمع المؤنث، ألف وباء. ألف وباء. ألف وباء اللي هو المثنى والجمع المذكر، بيبقى منصوبين بالياء. يلا يا سيف، يرفع بالضمة. قول مرفوع بالضمة، ما يكون مفرد، ما يكون جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، كل ما سبق. كل ما سبق أمس. كل ما سبق عندنا الضمة بترفع المفرد وجمع التكسير والجمع المؤنث السالم. يلا يا محمد، يحافظ المواطنون ولا المواطنين ولا المواطنين؟ يحافظ المواطنون. المواطنون. ممتاز يا محمد. محمد عرفها ازاي؟ من الاعراب. يحافظ عندنا فعل، يبقى المواطنون المفروض تبقى فاعل، فاعل مرفوع بالايه؟ بالواو. ممتاز جدا يا محمد. يلا يا يوسف، حضر الصديقين، الصديقين، الصديقان. يوسف، حاضر يا ميس، هنقول حضر حاضر ايه؟ ايه؟ حضر الصديقان. صديقان، الألف والنون، عشان نقول فعل مرفوع بالألف. يا يوسف. يلا يا حفص، اشترت الأمة، نقول اشترت الأمة ايه؟ قطعتين، قطعتان، قطعتون. قطعتين. قطعتين. حفص ممتازة، ألف الياء، لأن هنا اشترت فعل، الأم فاعل، قطعتين هتبقى مفعول به، مفعول به بيبقى منصوب بالياء، بتاعش ولا الألف ولا الواو. يلا يا زهراء، تعلمت التخطيط من الناجحون، الناجحين، الناجحان. ناجحين. الناجحين. ممتاز، عشان هنا اسم مجرور، فلازم اسم مجرور يبقى مجرور بالياء. طيب نقول حاجة كده نفرق فيها. انا عندي المعلمين والمعلمين الاثنين نفس الكتابه، افرق بينهم بايه؟ الفرق بينهم الاثنين المثنى والجمع المذكر السالم. لا، ما الاثنين ياء ونون، الفتحه والكسره. المعلمين والمعلمين، المعلمين بيبقى اخرها كسره يبقى كده قصدي بيه مثنى اثنين، معلمين ما يكون اخرها فتحه يبقى كده قصدي بيه جمع مذكر سالم. ما هتلاقي الكلمة نفس الحروف، المعلمين والمعلمين، الفرق بينها ايه؟ الكسرة والفتحة. نقول مثلا المهندسين، المهندسين والمهندسين. الفرق هتبقى بين المهندسين والمهندسين، ان هنا المهندسين هيبقى فيها فتحة، لكن المهندسين هيبقى تحتيها كسرة. يبقى الفرق، ما يجي يقول لي هفرق ازاي بين الجمع المذكر السالم وافرق وبين المثنى، ما يكون الاثنين منصوبين اخرهم ياء ونون، الاثنين اخرهم ياء ونون، هفرق ازاي ان المثنى بيبقى اخو ياء ونون تحتيه كسره، لكن جمع المذكر السالم بيبقى ياء ونون عليها ايه؟ عليها فتحه. تمام، يبقى المثنى بتحتيها كسره، الجمع المذكر السالم بيبقى ايه؟ وياها فتحه. ده اللي خلينا نفرق بينهم. تمام يا شباب، في النطق بنيجي ننطق، نقول معلمين ولا معلمين، مهندسين ولا مهندسين، سائحين ولا سائحين. المعنى بتاعها يبقى الجمع المذكر السالم يبقى فيها فتحة، لكن الياء والنون بتاعت المثنى يبقى تحتيها كسرة. ما ننساش، الكسرة للمثنى، الفتحة
الجمع المذكر الثاني. تمام. لو عايزين تاخدوا سكرين ناخد سكرين عشان دلوقتي همسح الكلام ده. هنشرح النهاردة المضاف إليه. احنا قايلين عندنا علامات رفع ونصب وجر، صح؟ تعرفوا مين يقول المضاف إليه ياخد أي علامة من الثلاثة دول، رفع ولا نصب ولا جر؟ حد عارف؟ انا مش قول ده عارف يقول على طول جرنس الجر. ممتاز، هناخد علامات الجر. المضاف إليه هياخد علامات الجر، يبقى زي اسم المجرور بياخد علامات الجر. مش كده قلنا علامات الرفع والجر والنصب دي اساسي معانا، لان هتجيلنا في اعراب كتير قدام لازم نكون عارفينها. المضاف اليه بنتلخبط منه كتير جدا، وفي ناس بتتلخبط فيه ومبتبقاش عارفه تجيبه وبيلخبطهم. طب انا عايزه اعلم المضاف اليه، اعلمه ازاي دلوقتي؟ لو انا قلت المدير وسكت، هتفهم انا قلت مدير مين بالظبط؟ اتكلمت على انه مدير، قلت المدير وسكت، مدير وسكت، هتفهموا حاجة؟ لكن لو قلت مدير المصنع مثلا، مدير المدرسة، مدير الشركة، هتبقى عارفين انا بتكلم عن مين. هو ده المضاف اليه، بيحدد لي الحاجه، ما بيسيبهاليش كده عايمه مش عارفاها، لا هو بيحددها لي. مثلا لو قلت دلوقتي باب وسكت، ممكن حد يقول لي ده باب الشقه، حد يقول لي ممكن باب المصنع، حد يقول لي باب المدرسه، حد يقول لي باب مثلا القفص بتاع العصفوره، حد ممكن يقول لي باب النادي. لكن لو انا حددت قلت مثلا باب المدرسه، يبقى انا كده حددت. طب اللي بنحدده ده بنسميه ايه؟ بسميه مضاف اليه. بسميه ايه؟ مضاف اليه. مضاف إليك. يبقى المضاف اليه بيجي بنعرف ان هو ايه؟ محدد. في المعنى ان هو محدد، المعنى بتاعه يعني ايه؟ محدد. دلوقتي المضاف اليه قلنا ليه علامات، هي علامات الجر اللي هي معانا اللي احنا عارفينها، علامات الجر اللي هي الكسره والياء. معنى كده لو انا قلت المدرسه دي مضاف اليه، هقول مضاف اليه ايه؟ مجرور وعلامة جرية الكسرة لأنه مفرد. لو قلت مثلا باب المدرستين، باب المدرستين هنقول مضاف إليه مجرور بالإيه؟ بالياء. هنقول مضاف إليه مجرور بالياء لأنه إيه؟ لأنه مثنى. طيب أغلبية المضاف إليه بيجي بعد حرف الجر، بيجي بعد إيه؟ حرف الجر. لو نلاحظ واحنا في التدريبات كده، جه قدامنا مضاف اليه، ثانيه اوريكم كده، هنجيب الكتاب تاني. اوريكم كده واحنا كنا بنحل، كان قدامنا مضاف اليه كتير. أو إحنا كنا بنحل هنا، تصدر الأخبار فعل وفاعل من حرف جر، وكالات اسم مجرور. وكالات إيه بالظبط؟ وكالات الأنباء. أنا كده حددتها، قلت وكالات إيه بالظبط؟ الأنباء. يبقى الأنباء دي هتبقى مضاف إليه مجرور بالكسرة. عندي مثلا حاجة تانية، نجيب مضاف إليه برضو تاني من إحنا كنا شايفينهم دلوقتي. قطع تفكيري صوت، صوت إيه بالظبط؟ صوت الهاتف. يبقى هنا حدد لي، يبقى الهاتف هنا مضاف اليه بالكسره. هجيب لكم مضاف اليه تاني اللي احنا لسه كنا عاملين نحل فيه. اسهمت التلاميذ في اعمال، اعمال ايه بالظبط؟ الخير. لو تلاحظ كل الامثله اللي احنا عاملين نجيبها المضاف اليه هنا فيها حاجه، المضاف اليه بيبقى اوله ايه؟ الف ولام، لكن الكلمه اللي قبل المضاف اليه ما فيهاش ايه؟ الف ولام. يعني معنى ذلك المضاف اليه دايما اوله ايه؟ ألف ولام بس ألف ولام، والكلمة اللي قبل المضاف إليه ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش فيها ألف ولام. يعني كده المضاف اللي قبل المضاف إليه يبقى من غير إيه؟ من غير ألف ولام. بعديه بيجي مضاف إليه بالإيه؟
في ألف ولام. بقى دي حاجة كده خلتنا نميز المضاف إليه. المضاف الكلمة بتيجي قبليها بنسميها مضاف، اللي هي زي باب أو مثلا أو مدير، دي ما فيهاش ألف ولام، لكن المضاف إليه فيها إيه؟ أولها ألف ولام. إحنا لسه ما خدناش النكرة ولا معرفة، بس هديها لكم إن شاء الله الحصة الجاية أو اللي بعديها. النكرة اللي من غير الألف واللام يعني بنسميها نكرة، ما فيهاش ألف ولام، لكن اللي فيها ألف ولام بنسميها معرفة. هناخدها إن شاء ده الله. احنا اخدنا النهارده دي يا معلمة، ايه المعرفة اللي هي فيها اللام، الف الألف واللام؟ اللي احنا اخدناها النهارده. لا هناخدها هنكملها المره الجايه، لان المعرفه فيها حاجات تانية كتير، بس احنا عرفنا منها حاجه دلوقتي، ان المعرفه فيها الف ولام، النكره ما فيهاش اي الف ولام. يبقى المضاف اليه دايما معرفه اوله الف ولام، والكلمه اللي قبليها نكره ما فيهاش الف ولام، وبيجي محدد بيحدد لي الحاجه، لو انا مسحتها مش هفهم هو بيحدد لي ايه، زي ما احنا كده شفنا في الامثله هنا. نرجع تاني نشوف كده الأمثلة. قلت هنا أسهمت التلميذات في أعمال، أعمال إيه؟ ما حددتش. لو أنا لو شايلة كلمة أعمال، أعمال إيه؟ لو مش جايبة كلمة الخير هقول أعمال إيه؟ لا، بعد كده حدد لي كلمة الخير، الخير. يبقى هنا الخير هنا إيه؟ حددها لي، يبقى على طول مضاف إليه. طيب قرأت موسوعات عن التاريخ، تاريخ إيه بالظبط؟ تاريخ مصري، يبقى هو حددها لي. طبعا هتقولي يا مستر بمصر مش هقول الف ولام، هي مصر دي بلد، فالبلد عادي لكنها معرفه. لسه هنشرح المعرفه كده كده. احنا مثلا عايزين نجيب لكم مثال تاني هنا. حضر الصديقان الحفل بملابسهما الرسميه، بملابس وسكت. انا خلاص قلت الملابس بتاعتهم، لكن انا حددت الملابس ايه بالظبط؟ الرسميه. قلت بملابس النادي، وقلت بملابس المدرسة. هنا حددت الملابس الرسمية اللي المفروض يحضروا بيها، يبقى الرسمية دي هي المضاف إليه، يبقى مجرور بالكسرة. طبعا احنا عندنا المجرور بيبقى اتنين، يا الكسرة يا الياء. قلنا طبعا الكسرة دي لو ايه، نرجع كده الكسرة قلنا لو كانت الكلمة كانت قدامنا مفرد، أو كانت قدامنا جمع مؤنث سالم، او قدامنا جمع تكسير. امتى تبقى الياء؟ الياء بس لو كانت في الحالتين، اخرها ياء ونون، كان جمع مذكر سالم اللي بيكون اخره فتحه، او جمع مذكر او مثنى اللي اخره ايه؟ كسره. ناخد سكرين المضاف اليه عشان بتاعها دلوقتي هيفصل. نرجع تاني ندوس على طول يا شباب على اللينك ونخش عشان نكمل حل على المضاف اليه، ما يتاخرش. ندوس على طول يا شباب على اللينك. خدوا سكرين بس قبل ما يقفل. انا اخدت مش تمام. طبعا السكرين اللي بياخده بقى ابعته على الجروب عشان كله يبقى عنده.